يسعد صباحكم صفتاني، كيف حالكم اليوم؟ والله اشتقت لكم كثيرا. اليوم الأربعاء، التاريخ 21 من شهر تشرين الأول لعام 2020 ميلادي. اليوم سنكمل الحرف المضعف أو المشدد من دوسية القواعد صفحة 23. الآن سنبدأ بتحليل الكلمة التي تحتوي على حرف مضعف أو مشدد. الكلمة التي تحتوي على حرف مضعف أو مشدد سنقوم بتحليلها. في الحصة السابقة قمنا بتحليل الحرف المشدد أولا، لكن انظر إلى المثال الأول أو الكلمة الأولى لنقوم بتحليل الحرف المشدد أولا، ثم تحليل الكلمة كاملة. نحب، نحب. انظر إلى الحرف المضعف أو المشدد وهو حرف الباء، قمنا بتحليله. الأول ساكن إب، والثاني متحرك وحركته الضمة بو، إب بو، هذا الحرف المضعف أو المشدد. الآن سأقوم بتحليل الكلمة كاملة. انظر إلى الحرف الأول والثاني نو حي، إذن لا يوجد عليهما حرف، لا يوجد عليهما شدة، فقمنا بتحليله أو تنزيل كما هي. نو سميت مقطعا لأنها قوية بحركتها، حب لأن السكون أضعف الحركات، فطلبت المساعدة من الحرف السابق لها لأنها قوية بحركتها الكسرة، فأصبحت مقطعا، فأصبحت مقطعا حب. انظر إلى المقطع الثالث وهو بو، قوية بحركتها الضمة فسميت مقطعا، نو حب بو، أصبحت نحب، نو حب بو، فأصبحت نحب. انظر إلى الكلمة الثانية معلم، انظر إلى الحرف الملون وهو الحرف المضعف الذي عليه حركته الكسرة، قمنا بتحليل الحرف المضعف. ال ساكن، الأول ساكن ال والثاني كسرة لأن حركته الكسرة، انظر إلى الشدة حركته الكسرة، فوضعنا حرف اللي عليه كسرة. الآن سأقوم بتحليل الكلمة كاملة. انظر إلى الحروف التي لم يوجد عليها شدة، هي مو ع مو، الأول والثاني والأخير، الأول والثاني والأخير وهو الرابع، سنقوم بوضعها كما هي. انظر الآن ماذا فعلت. مو سميت مقطعا لأنها وضعت حركة الضمة وهي قوية بحركتها. عل الحرف الثاني ساكن لأن السكون أضعف الحركات، فطلبت المساعدة من الحرف السابق لها وهو حرف العاء لأنها قوية بحركتها، فأصبحت عل. لي قوية بحركتها الكسرة فأصبحت مقطعا، مو قوية بحركتها الضمة فأصبحت مقطعا. الآن سأقوم بقراءتها محللة كما هي، مو عل لي مو، فأصبحت الكلمة معلم، مو عل لي مو، فأصبحت الكلمة معلم. والآن سأقوم بتحليل الكلمتين أيضا لتثبيت المعلومات، فانتبه جيدا. انظر إلى الكلمة الأولى تمنى، انظر إلى الحرف المشدد وهو حرف النون وحركته الفتحة، سنقوم بتحليل الحرف المشدد أولا ثم تحليل الكلمة كاملة. انظر إلى الحرف المشدد نون، الأول ساكن إن والثاني متحرك وهو نع، إن نع. الآن سأقوم بتحليل الكلمة، انظر إلى الحروف التي لم تكن عليها الشدة فقمنا بوضعها كما هي. سأقوم بتحليل الكلمة مع الحرف المشدد تاء، تاء قوية بما حركتها الفتحة فسميت مقطعا. من الحرف الثاني ساكن وهو أضعف الحركات، فدمج أو وضع مقطعا مع الحرف السابق له لأنه قوي بحركته الفتحة. من نا الحرف الأخير وهو حرف من، وهو حرف من قصير لكن وضع سمي مقطعا لأنه قوي بحركته وهو الحرف السابق له. نا تا من نا تا من نا، فأصبحت الكلمة تمنى. مرة أخرى تا من نا، فأصبحت الكلمة تمنى. انظر إلى الكلمة الأخرى وهي استعد،
انظر إلى الحرف المضعف وهو حرف الدال، وهو حرف الدال. وضع إد الأول ساكن والثاني متحرك وعليه فتحة. د الأول إد ساكن والثاني د وضع عليه حركة الفتحة لأن حركة الشدة هي الفتحة. الآن سأقوم بتحليل الكلمة كاملة. انظر إلى الحرف أو الحروف التي لم تكن عليها الشدة وهي إس. إس حرف الإس ساكن دمج مع همزة الوصل اللي هو الآ فأصبح إس وسميت مقطعا. ت قوي بحركته الفتحة فسميت مقطعا. ت عد عد أصبحت مقطعا لأن الحرف الثاني ساكن وهو أضعف الحركات فطلب المساعدة من الحرف السابق له الذي عليه حركة الفتحة وهو قوي بحركته. عد د قوي بحركته الفتحة فأصبح مقطعا. الآن سأقوم بقراءته محللا ثم قراءة الكلمة كاملة. استعد 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 استعد. والآن سنكمل التمرين الآخر وهو تحليل الكلمة التي تكون لامها لاما شمسية. انظر الكلمة التي تكون لامها لاما شمسية. سأقوم بتذكيركم ما هو اللام الشمسية. تاني اللام الشمسية هي اللام التي تكتب ولا تلفظ. اللام